هذا سبب. هذا سبب. نعم. السبب الآخر. يعني السبب الآخر ماكو تشوف البطالة اللي بالعراق اللي موجود. يعني هذا هو المشكل الحقيقي ومن المضحك المبكي جيوش الخريجين ما لبثوا أن يقبعون في معسكرات البطالة وهذه مشكلة حقيقية وبالتالي يتجهون نحو لغة السلاح بدلاً من لغة الكلمة الحكومة العراقية ونحن قد ذكرنا مناقب الحكومة العراقية وقلنا نحاول أن تدعم دولة القانون لكن مضالة هذه الحكومة العراقية أخفقت إخفاق كبير ونحن نتمنى لها النجاح في هذا المجال هناك خريجون ما زالوا قابعين في معسكرات البطالة هناك بطالة وبالتالي تجاري لغة السلاح هناك بمعزل عن الخريجين هناك الشباب عاطل عن العمل هذا الشباب العاطل عن العمل في ظل دولارات تضخ من قبل أجندات خارجية من أجل أن يزرع عبوة أو من أجل أن يقتل مدني إذن يعيش عائلته أيضاً قضية مسوغة إذن على الحكومة أن تتفت إلى هذا المنف العام إذا ما أرادت أن تنصد دولة القانون السؤال الآخر والأهم مثل ما يقول في الشارع العراقي ليش أكثرية الشباب أو معظم الشباب التحاقهم بالميليشيات وترديد القاعدة والصحوة ليش؟ البطالة عمل ماكو بالنسبة للعمل بطالة ماكو يعني هاي المشكلة تشوف دائما قليت البطالة ناس مثل ما يقول تحتاج عائلة مصاريف وكذا فيتجهون إلى أعمال إرهابية للعصابات للسرقة للقتل للاغتيالات ينطرون والله احنا من القعدة من ما عندنا فلوس احنا اعصابنا منهارة يعني ما مرتاح هاني يعني ما مرتاح لا وظيفة لا شغل لا فلوس لا راتب لا تقاعد لا ابوهم يوم اخوة والله يهمني يعني نفس النوبات ومعين ومطعم يوم اخوة يوم يعني يطلع لي يومين اسبوعي بقى شغل ماكو ما عندي ولد معين كبير لي 9 اطفال عندي يعني هو انا متدهور